السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخويا وحبيبي في الله، اسمع مني الكلمتين دولا. إن شاء الله لما تيجي تعالج الخرابيش اللي في العربية، عاوزك تخلي بالك من شوية النصائح اللي أقولك عليهم دولا إن شاء الله. وانت برضك لو في اي حاجة عندك علشان خاطر تفيد اخواتك، تسيبها ان شاء الله في التعليقات برضك. بص يا جدعان، اي خرابيش، اي عربية تجيلك عايزة تشيل خرابيش وتلمع، قبل ما تتعامل مع الخربوش، طبعا احنا عارفين ان احنا احيانا بنخش بقطنة بطينة، بنخش بالكومباون على طول، بنخش بالصنفرة، تتفق مع الزبون بتاعك او العميل بتاعك وانت بتشيل الخرابيش. ممكن لا قدر الله يكون في تحت دهان ضعيف او حاجة، يعني احنا معانا خرابيش زي هنا، هو ان الخرابيش دي مجرد، يعني حضرتك انت طبعا راجل بروفيشنال، عارف ان دي مجرد احتكاكات من عربيات تانية علشان خاطر الابيض دون قوي وجامد. فدي عربية مثلا سودة عدت من جنب منه او حاجة راحت مكحتة هنا، هو لون العربية التاني علشان خاطر ضعيف، الصبغة بتاعته طلعت هنا، في حاجة زي دي نيجي نشيلها كده هو بفضل الله. بص يا رجالة، بنلاقيها بتتشال معانا بالتينر كده هو، لو معاك تينر فرن برضك الموضوع يبقى معاك كويس يعني. طيب احنا افرض بقى احنا معانا الدهان ده ضعيف، الرفرف ده الابيض اللي عليه اصلا ضعيف، ممكن يفوش معانا. فعلشان خاطر كده هون بنقول لك انت لما تيجي تعالج حاجه زي كده هون، مطلوب منك مع العميل او الزبون تكون معرفه حاجه زي كده هون في حاله الخرابيش، لان برضك ممكن احيانا، يعني احنا معانا خربوش زي دون اللي احنا شايفينه دون اهو، ده محتاج سحق وتلميع. ممكن في السحق والتلميع انت تقعد تجري وراء حاجه، الورنيش ده يكون مسحوق ومتلمع قبل كده، مجرد ما تمشي انت الصنفره بتاعتك لا قدر الله ممكن يكشف او حاجه. ان شاء الله نشوف دلوقتي هنعالج الحاجات دي ازاي، اللي ايه اللي بيطلع بالتينر وايه اللي بيطلع بالصنفره وايه اللي بيطلع بالكومباوند. ولكن حابب اقول لك تاكد على الزبون بتاعك ان وانت بتشيل ممكن لا قدر الله يحصل حاجه. ممكن حد يجي يقول لنا انا انت كده، يعني ممكن مثلا لو اتفقت مع العميل، العميل يخاف او الزبون يخاف يعني يطفش مني او حاجه. يعني بص، يعني لا ضرر ولا اضرار. يعني ممكن انت مثلا واحد راح يركب ازاز، او انت هتخلع ازاز العربيه عشان تقدر تعمل السمكره او حاجه، الازاز فيه شرخ، فضروري انت تنبه العميل انا ممكن وانا بحل الازاز ده الشرخ ده يكبر معايا، ده هيكون افضل بكتير من ان انا وبشيل الازاز او اي حاجه يحصل الشرخ او الازاز يتكسر. فمن هنا هون او كذا حاجه اسبع على كده هون، وانا بحل فانوس، وانا بحل اوكر، وانا بحل مش عارف ايه، الحاجات دي ممكن لا قدر الله. يعني هو الناس الحمد لله، يعني محدش الناس بتقف مع بعضيها لما بيحصل حاجه زي كده، ولكن برضك انت تكون مأمن نفسك من حته زي كده وتعرف الزبون بتاعك، والله احنا ان شاء الله هنشيل الحاجه وتطلع كويسه، ولكن يكون عند حضرتك فكره ان ممكن واحنا بنشيلها الدهان اللي تحت يكون ضعيف، انا هتعامل ان شاء الله معاه بحرفيه ولكن ممكن يحصل كذا. تمام كده هون العميل بقى، والله يعني برضك مع على طريقه التعامل معاك واثق فيك، اعتمد على الله. خش في عميل ممكن يخاف، وانت برضك وخبرتك، يعني ممكن انت تبص للرفرف، لا الرفرف سليم انا متاكد ان انا لو سحقت فيه ولمعت فيه ومشيت عليه قطنه بتنر او اي حاجه مش هيفوش. دي حاجه برضك خبرتك انت، زي ما احنا شايفين دي حاجه كده هون اهي بتتشال معانا زي ما احنا شايفين كده رجاله اهون، ليه ده معروف يعني حاجه كده اهو، ادي الخرابيش اهي. في خرابيش ثانيه بقى بتلاقيها زي كده هون، طبعا دوت وصل للادام قشر الورنيش كده هو، ده كده خلاص دون ملوش علاج يا رجاله دون. بص ده تجريحات من عربيه تانية. ليه بقى رجاله؟ تعالوا نفهم الخربوش الاول علشان خاطر نعرف نتعامل معاه ونفهم يعني الدنيا. بصوا يا رجاله، ادي السطح بتاع العربيه اهو، عباره عن طبقه ورنيش ماشي يا رجاله، وتحت منها في طبقه اللون اللي هو الابيض دون ماشي يا رجاله، وبعد كده هون تحت الابيض دون في بقى البرايمر، وتحت البرايمر في بطانه تاني اللي هي الاحواض اللي هي الايدين، وبعد كده الصاج. الخربوش يا رجاله يعني بيتعالج معانا طول ما هو في طبقه الورنيش، فطبقه الورنيش كده هون برضك يا رجاله عشان خاطر يعني عايزين الحته دي عايزين فيها شويه احترافيه، الخربوش في الورنيش اهو بالشكل دون، احنا بنقدر ناكل من السكنس دون يا رجاله بالصنفره، ويفضل ان احنا ما نصنفرش بايه بايدينا، ولو هنصنفر بايدينا يكون باحترافيه عشان خاطر ما يعملناش فحره. بكاوتش كراون صغيره نبدا اللي احنا ناكل في الورنيش، طبعا الكلام ده كله طبقه الورنيش مش كده، طبقه الورنيش دي المفروض ان هي حوالي 50 مايكرون مثلا، والمايكرون ده وانا رجاله يعني 1 ملي بيعمل 1000 مايكرون، يعني هي طبقه حساسه جدا، واخدين بالكم 1 ملي بيساوي 1000 مايكرون يا رجاله، يعني انت بتلعب في 50 مايكرون ده يعني حاجه اقل بالملي بكتير جدا ماشي يا رجاله.
فبناكل احنا بقى بالصنفره، نبدا اللي احنا نمسك الخربوش ده نقعد نصنفر فيه نصنفر فيه نصنفر فيه بالصنفره ال 2000 او ال 2500 افضل. اهم حاجه ما نوصلش لطبقه الدهان ديت، دون اللون ودوت الورنيش. بناكل احنا ايه؟ نطلع بيدين فوق اهي، نعمل لها ايه؟ ادي خريطه ثانيه اهي، ادي الورنيش اهو، ادي الخربشه اهي. بنبدا احنا ناكل بالصنفره لغايه ما نخلي السطح ناعم، هنشوف الكلام ده ان شاء الله دلوقتي عملي، لغايه ما نخلي السطح ناعم بالصنفره 2500، وبعد كده نبدا نلمع بالكومباوند الناعم يا رجاله. يعني احنا معانا شويه خربيشه اهي، حاجه زي كده، مش لازم صنفره. ايه اللي يخليني اخش اكل بالصنفره والكومباوند؟ ما هو الكومباوند عباره عن صنفره بياكل، فانا اخد اشيل اللي هو بيتشال بالتنر معايا اهون، دوت كده بيتشال معايا بالتنر اهو يا رجاله. وفي حاجات بقى ممكن تتبقى اثر ليها ابدا اخش عليها بالكومباوند، تمام؟ وبقى اجل الصنفره دلوقتي. الصنفره بقى تبقى حاجه زي ايه؟ يعني لو ناخد بالنا اهون، شايفين ده يا رجاله اهو، لو ناخد بالنا في تحت الابيض ده في خربوش اهوت، ادي الخربوش الابيض في تحت خربوش تاني اهو، شايفينه يا رجاله؟ ده ونحاول ناكل فيه كده اهون ونلمعه. بنعمل ايه بقى في حاله التلميع دي؟ التلميع السليم بيتم ازاي؟ بيكون معانا صنفره 2000 زي كده اهوت، صنفره 2000 صنفره 2000، ونبدا اللي احنا نلمع، نمسك كده اهوت بالراحه خالص، بالراحه بس كفايه كده اهوت، ونطوق. يكون معانا فوطه ميكرو فايبر طبعا، وننشف كده اهون. نبص على الخربوش بدا ان هو يروح شويه، ممكن نجيب الصنفره تاني بحذر طبعا. هنا بقى بنقول ايه؟ تكون مبلغ الزبون بتاعك علشان خاطر لا قدر الله ايه ما إيه لو حصل حاجه يكون بردك الزبون معاك ويعرف ان هو ايه يعني يتعاون تتعاونوا مع بعض يعني اهون. زي ما احنا شايفين كده رجاله، ادي الخربوش لو نفتكر ان هو بدا يروح اهون يا رجاله. بعد كده نجيب قطنه بكومباوند، نشوف دلوقتي ادي الكومباوند يا رجاله، ادي الكومباوند، كومباوند ناعم، مش لازم كومباوند خشن على فكره. انت ممكن تجيب يعني الصنفره ال 2000 او ال 2500 دي حاجه ناعمه جدا. بص ده مهما هنعمل فيه مش هيروح لانه اخترق الورنيش. دون الخربوش ده عباره عن ايه بقى في الرسم ان هو يا رجاله؟ الخربوش دون اخترق طبقه الورنيش، وصل كده اهو، وصل للون كده تمام. الحمد لله انه ما وصلش للبرايمر والايدي وكلام من ده، ما كشفش صاج، لان لو كشف صاج لازم طبعا تغطيه عشان خاطر ما يحصلش بعد كده صدى. ونبدا اللي احنا قلنا نلمع، شايفين يا رجاله؟ طبعا لو معاك مكنه الموضوع هيخلص معاك، يعني انا بوريكم برضك ايه اهون، زي ما احنا شايفين كده اهون اهو، الصنفره ال 2500 او ال 2000 اهو، تمام يا رجاله. بص الخربوش الحمد لله راح اهو، شايفين يا رجاله؟ مفيش يعني من عندي هنا الحمد لله تمام. ممكن يكون في اي حاجه بسيطه ترهون، في حاجه بسيطه مش باينه جدا. ايوه شايفينها ده رجاله، مش باينه غير في ضي اللمبه بالظبط كده اهو. ممكن انت تخش معاه بالصنفره 2500 وتلمع تاني، ولكن تكون عارف ان كل دون انت عمال تاكل من ايه؟ عمال تاكل من طبقه الورنيش، فبلاش تاكل اكتر من كده عشان خاطر ما توصلش، عشان ما تخترقش طبقه الورنيش وكده كويس. الشكل كده هو بقى حلو تمام يا رجاله، لان الورنيش بردك طبقه حمايه، انت كده عمال تضعف فيها. يعني انت بتعالج الخربش، ولكن لازم تكون عارف اللي انت بردك في نفس الوقت ايه بتضعف في طبقه الورنيش. يعني نيجي نشوف حاجه زي كده هون، حاجه ادي خربوشه رجاله، بصوا ده رجاله، بصوا الخربوش ده دوت كده، ده وصل لايه؟ ده اخترق اخترق الورنيش واخترق اللون الابيض، شال الابيض لغايه ما وصل للارضيه تحت. او ايه اللون دون؟ في لون اهون زي لون اسود كده او حاجه، اخترق ده، اخترق خلاص زي ما احنا شايفين، زي وصل للصاج وهو دهنه اسود ولا ايه مش عارف. نيجي بردك نشيل بقى دون، ده يتشال ده رجاله بالصلاه على النبي، بسم الله. نشوف كده اهوت اهون، بص يا رجاله اهو بيتشال اهو، يعني ده خربوش عادي اهون، بص يا رجاله اهو بيتشال اهو عادي جدا اهوت. بالقطنه متنقط، ما تدخلش عليه بالكومباوند، ما تدخلش عليه بالكومباوند اهو، زي ما احنا شايفين بردك الخربوش اهون، شايفين يا رجاله؟ وصل للقلبه اللي تحت، القلبه اللي تحت هو خلاص تقريبا لون رمادي او رصاصي غامق زي ما احنا شايفين. بعد كده هو بيرجع ياخد بقى بطانه ثانيه اللي هي زي ما احنا قلنا البرايمر، حاجه زي كده اهون اهيت، بردك نفس القصه كده اهون. نيجي نشوف الخربوش دوت اهون، شايفين كله بالقطنه بمتنقط يا رجاله. هنا بقى في خربوش صغير بردك اتشال بالقطن المتنر، زي ما احنا قلنا في اي بقى خربوش رفيع او حاجه
يعني نيجي نبص دوت اهو، هنا في خرابيش اهي، شايفين الخرابيش دي يا رجاله؟ دي ممكن تتسحق وتتلمع معانا. طب تيجي نمشيها القطن المطينر، برضو القطن المطينر يعني ايه لحد ما جابت سنه، ولكن لو سحقنا بالصنفره 2000 على الحنين كده زي ما قلنا يا رجاله. اهو شايفين الخرابيش يا رجاله اهي، الصنفره 2000، الصنفره 2000 كده اهوت، ونبدا اللي احنا نلمع رجاله زي ما قلنا في الجزء اللي فات دوت. بس فحبينا رجاله ناكد على شويه الحاجات دي. انت جاي لك هتلمع عربيه او حاجه وتمشي على قطن التنر، تبص كويس على العربيه، تجس العربيه، ما تمسكش قطن التنر على طول وتبدا اللي انت تمشي على العربيه كلها. لا قدر الله ممكن الباب تكون ضعيفه، مش واخده مصلب، تلاقي نفسك انت اتدبست العربيه فوشت منك. فجالك حاجه زي كده هون، تعتمد على الله، تامن نفسك، محدش بياخد رزق حد، تكلم العميل. والله احنا ان شاء الله هنعمل لك المطلوب، ولكن تكون عارف زي ما قلنا، وانت بردك وانت وشطارتك وانت وحرفرتك وانت وحرفنتك حابين ننوه على حاجه بسيطه كده يا رجاله. يا رب يكون فيديو مفيد، سيب رايك في التعليقات او ايه اللي انت بتتصرف ازاي في حاجه زي كده هون. ولو الفيديو عجبكم يا رجاله اعجاب على الفيديو، واهم حاجه ما تنسوناش في الدعاء، ولا تدعوا لامواتنا وامواتكم وجميع اموات المسلمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.